شفت نتيجة عمايلك انت والبقر اللي معاك؟ ما تحترم نفسك بقى عشان انت مقفورة من ساعة ما جيت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي؟ انا متأكد ان هي ما لحقتش تخرج بره المستشفى. ها يا اسماعيل عملت ايه؟ قلبنا عليها المستشفى يا دكتور ومش لاقيينها. انت متأكد ان هي ما خرجتش من البوابة؟ تخرج يا فندم ازاي وانا قاعد؟ روح دور عليها بره المستشفى وما ترجعش الا بيها. هتكون راحت فين بس؟ انتوا واقفين بتعملوا ايه؟ ما يلا دوروا عليها. بس يا زفت غبي غبي طالع لابوه. الله يخرب بيتك. تضرب الجرس ليه؟ انا مش قايل لك ان انا لازم. يا جو كل ده عشان تفتح. مين هنا؟ ايه المنظر الوسخ ده؟ ولا ايه المنظر ده؟ مفتاحك فين؟ اهو اهو. ولما هو اهو ما فتحتش بيه الباب ليه؟ بترن الكرسي ليه؟ عشان يحصل موقف سخيف زي ده. ايه المنظر ده؟ والله يا ندى انا بمسخره دلوقتي على اللي هو عامله ده. بس يا يوسف نايمين فوق. ايه المنظر ده؟ كنت فين وبتعمل ايه؟ وراجعلي بالكروت! يعني ايه بقى الكلام ده ان شاء الله؟ لسه طايقت لفه وهربت من المستشفى؟ يا دكتوره بتوع الامن قلبوا عليها الدنيا بره وجوه وبرده ما لقوهاش. انا مش هسكت وبحملكم انتوا الاثنين المسؤوليه. نعم، هو انا اللي قلت لها هربي يا عالمي ولا ايه؟ عايز ايه من واحده اتعذبت بجلسه كهرباء ملهاش اي لازمه، وقبلها وسخ ابن كلب دخل يتهجم عليها في الاوضه. مش وقته الكلام ده دلوقتي يا هشام. لو سمحت خلينا نهدى عشان نعرف هنتصرف ازاي. احنا لازم نبلغ البوليس. بوليس بوليس، بتهدى كده شويه عشان نعرف نفكر. بوليس وشوشره وجرايد، وبصراحه بقى انا خايفه على اهالي الناس اللي هنا يتخضوا على عيالهم. يعني انت ممكن ما تبلغيش البوليس علشان سمعه المستشفى؟ منعول ابوكوا على ابو المستشفى. دي بني ادمه هربت معهاش اي تحقيق شخصيه، بني ادمه ما شافتش الشارع من 100 سنه. وانت مهموم عليها قوي كده ليه؟ مضغور في 60 داهية، نعمل لها جواب خروج بتاريخ قديم وخلصنا. والله فكرة. بقول لك ايه؟ هو انت مش كنت عايز تخرجها بقالك كتير من المستشفى؟ ألف مبروك. هتخرج كتير. الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده، ده كلام فارغ. مش لازم حد من اهلها يمضي على جواب خروجها. نجيب اسم اي حد من قرايبها ونمضي مكانه. ده اسمه تزوير. ايوه تزوير. ومين هيعرف بقى ان هو تزوير؟ مفيش حد من اهلها بيسال عنها. افرضي يا دكتوره انها راحت بنفسها لاهلها. ساعتها بقى نتصرف معاهم ازاي ونقول لهم ايه؟ عندك حق. وما تنسيش كمان يا دكتوره انها هنا على ذمه قضيه. يعني في اجراءات كتير قوي لازم تتم قبل ما تخرج. طب ناجل موضوع البلاغ بس شويه. شويه قد ايه يعني؟ يعني يومين ثلاثه. يمكن تظهر ولا حد يرجعها ولا ما تلاقيش مكان تقوم ترجع هي. صعب صعب حد يهرب من المستشفى دي ويرجع لها تاني برجليه. يا عم انت موترنا على طول كده ليه؟ انا هدور عليها يا دكتوره، بس لو ما لقيتهاش لغايه بالليل انا هبلغ البوليس. بوليس بوليس، الراجل ده كان عايز يطلع ضابط شرطه راهن. Thank you.
ايوه انت بره المستشفى. لا لا ادم ايه؟ لا 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 ادم لا حياه. ساعديني ساعديني ساعديني، احنا لازم نهدى كده لغايه لما نشوف هيعملوا معانا ايه. يلا حياه على مهلك. بصي انا عايزك تطمني على الاخر. ليه بقى؟ اولا لان الجواب اللي خليت ولاء تقول لك انك تكتبيه ده مش هيخليهم يشكوا فيكي ابدا. ثانيا طريقه هروبك من المستشفى. طيب قوي. ربنا بس يعني يكملها بالستر كده ويعديها على خير. ايه ايه؟ راحوا فين؟ لا لا حياه حياه حياه. لا بطلي امور الجنان اللي انت فيها دي. حياه حياه. لا ابوس ايدك. حياه حياه. ما حصلش يا دكتوره ان في حد هرب من المستشفى قبل كده. ما حصلش. اهو حصل يا عز. لا 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 مش ممكن. البوابه وعليها حراسه 24 ساعه والسور عالي ما حدش يعرف ينط. يبقى ايه؟ يبقى الموضوع فيه حاجه بقى يا دكتوره. المهم انا هتصرف ازاي في الكارثه اللي انا فيها دي دلوقتي؟ لا ولا يهمك ولا يهمك، انا هجيب لك امها. هو انا لسه هستناك ليه كده؟ ليه كده يا دكتوره؟ ده الكتف ده ياما شال بلاوي. عزت لو سمحت انا مش ناقصاك. اتفضل بقى سيبني لوحدي اما اشوف هتصرف ازاي. حاضر وصليني بالدكتور رأفت وحدين. اتفضلي حياة اتفضلي. معلش هو بيعطس لك شوية. هو بايظ بس أنا بحبه كده. اتفضلي اتفضلي. معلش هي شقة على قد كده بس هي المتاحة دلوقتي لغاية يعني لما الدنيا تهدى. ده أنت؟ أيوه. كان شكلي غريب قوي صح؟ دي شقتي من زمان قوي من ايام العزوبيه بس بحبها قوي علشان كده مش ممكن افرط فيها. ليا فيها ذكريات كتير قوي. تعالي تعالي اوريكي. هنا بقى بذاكر انا واصحابي بس اتنين اصحابي دول هاجروا امريكا يعني لما تاكدوا ان مفيش مستقبل للطب النفسي في مصر. اصل اي اب ابنه بيسخن او بطنه بتوجعه بيجري بيه على الدكتور، لكن لو لقاه سرحان او بيجيله تهيؤات مش ممكن يفكر يوديه لدكتور نفسي. لسه الطب النفسي في مصر عيب للاسف.
بس لو اضطروا ليه يعني كمان يبقى بشكل سري. معلش ما تزعلش منهم، بيخف اتقال عليهم مجانين. تعالي تعالي اوريكي هنا. بصي انا كنت بقعد اذاكر هنا واسمع الراديو، انا اصلي من هواه الراديو قوي، ولو فتحنا الراديو دلوقتي هنلاقيه مظبوط على صوت الموسيقى اهو يا ستي. هو مش مظبوط قوي بس هنظبطه يعني. كنت فين وانا فين؟ جيت لي منين؟ والايام دي شفتي بقى طلع مظبوط ازاي؟ وهنا انا كنت بقعد هنا، احب اقرا قوي هنا، وممكن اتكلم كمان في التليفون. ايه ده؟ هما الدكاترة كانوا زمان بيتكلموا في التليفون ويحبوا؟ لا كنت بتكلم مش بحب، انا عمري ما حبيت حاجة. من حلاوتهم قلت يا ريت. امال مراتك دي جوزتها ازاي؟ صالونات؟ يعني بصي هو مش كل واحد بيتجوز اللي يتمناه واللي يحبه. أنا بقى اتجوزت اللي حبيته، كان عندي استعداد أديله كل حاجة في حياتي، بس هو خاني. متخيل مع مين؟ مع أختي. إنسانة زبالة وحقيرة وأنانية، سابت رجالة الدنيا كلها وخدت جوزي، طالعة بالظبط زي مامتها بالظبط. قصدك مامتكو صح؟ مامتها. طيب حقك عليا، أنا بس بصي عايزك ننسى كل اللي فات ونفكر في اللي احنا فيه دلوقتي. انتي هربانة وأنا اللي مهربك، يعني مصيبة وممكن يبقى فيه بوليس وتحقيقات. طيب بصي أنا هسيبك دلوقتي وهعدي عليك بالليل، ولو عاوزتي أي حاجة كلميني من تليفون البيت. شهيل الحمد لله أهو، وهكتب لك بقى يا ستي رقم تليفوني. مالوش لزوم، أنا خدته منك قبل كده وحافظاه كويس قوي. في حاجات كتير قوي في المطبخ، اكل وشاي وسكر. بتعرفي تعملي حاجه لوحدك ولا؟ يعني هحاول. تصبحي على خير. انت من اهلا هشام. مش عايزاك تتاخر عليا. حاضر تصبحي على خير. انت من اهلا رحت اسال عنها لقيت وتر القلب انقسم اتنين وكلام ساعتين فتت ايدين. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. يا ترى ماما صحيت؟ قبل ما تسال على ماما اسال على ابنك ادهم. هو انت عندك غير أحلى نسوان في أوسخ كومباوند في الدنيا. جربوني وريني كده فين فين فين. إيه ده؟ جامد الكلام ده. أيوة أيوة طلع في موبايل يلعب بخته. لا 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 ما تدهش. لا لا يا ابن الكلب ماشي اخطفه. يا ابن الجودة هينتحر ده ولا ايه؟ هو ده هو ده هو ده. انزل. بتعمل ايه يا ادهم؟ كنت بشوف. بتشوف ايه بقى يا زفت؟ بشوف حياتي ومستقبلي وهعمل ايه. بطل شغل القرود اللي انت بتعمله ده وعايز اتكلم معاك. وانا كمان عايز اتكلم معاك ادهم. انا ما بهرجش. طب وانا كمان ما بهرجش، وتقريبا عايز اكلمك في نفس الموضوع اللي هتكلمني فيه. اتفضل. بص يا كبير، من غير بقى زعيق شتيمه عصبيه بذمتك، وانا راضي ذمتك ودينك ومسلم باللي هتحكم بيه، ينفع تعاملني بالشكل ده؟ هو على فكره انا مش عيل صغير ولسه في حضانه عشان اتشتم واتهان واتهزق. لا وعلى طول ايه بقى؟ رايح فين يا ادهم؟ جاي منين يا ادهم؟ هتعمل ايه يا ادهم؟ مالون ابو ادهم؟ ولد مؤاخذه تفتيش موبايلات موجود،
تكلم اصحابي تلاقي، وعلى طول انا كداب مهما حلفت مش هتصدقني. عشان ما تقولش عليك انا بقى شكلي كلوت قدام صحابي. بمناسبه الكلوت، في راجل محترم يرجع بيته وش الفجر وهو سكران ولابس كلوت. يا اخي ريتك كنت رجعت من غير وشك. بص يا بيحي، انا نفسي في الاوهام كده بتوع محمد عبد الوهاب. عارف انا متسهري وتباتي تفكري يا ربي خليكي يا امي. انا بتكلم بجد، انا بجد مضايق. عارف لما ابص على امي ميدو باظت بتحصر على نفسي، بقول يا ريت كان عندي ام زيها. ميكر ما فيهوش تلج. ايه اللي انت عملتيه ده؟ طبعا ما انت ماشيه سهتانه مش دريانه، بتعملي ايه؟ في يا ماما، ما تحسسيناش ان في حاجه كبيره حصلت يعني. يا شيخ حاجه تقرف، اوعى. موافقة على الجوازة دي أصلا؟ حياة؟ مينفعش، عشان خاطري. عشان خاطرك أنت بس. توكلت على الله. وزوجتك كريمتي وموكلتي. وزوجتك كريمتي وموكلتي. البكر الرشيد الأنسة إناس أنور حمام.
كسبك شرف لينا مع الوزير. حضرتك يا راجل محترم، شرف لينا. ألف مبروك. مبروك يا ناس. الله يبارك فيك. على الله يكون اخر راجل. مبروك يا حبيبي. انت من ساعة ما دخلت البيت وانت ما اتكلمتش كلمتين على بعض. حبيبتي مفيش اي حاجة، يعني تعبان شوية، معلش حقك عليا. بابي تفوق بيرن تتلاقيها المستشفى، يعني اكيد حاجة مش مهمة. طب ما ردتش ليه؟ انا عارف يا حبيبتي، مش عايز ارد عشان ممكن بقى يقولي ايه تعالى، ما انا مش عايز اسيبك وانزل. مش مقتنعة بس ماشي. كمان انا ما نمتش من امبارح، يعني ف عايز استريح النهارده. حبيبتي انتي الفراخ دي مش هناكلها ولا ايه؟ هقولك بعدين، المهم طمنيني عليكي. هو مين اللي طمن مين على التاني؟ قوليلي انت هربت ازاي ورحت فين؟ بعدين حابه اقولك على كل حاجه. اكرم والنبي خلي بالك من الاوضه بتاعتي، بالذات الصندوق اللي فيه الجوابات اللي كنت بكتبها لادهم. طيب طيب، انا هديك عنوان بيتي لو مش لاقيه مكان تروحيه، وانا كلها كام يوم وهخرج من هنا. هكلم اخويا ممدوح، لو عايزه اي حاجه منه تكلميه، هينفذها لك على طول. طب اديني عنوان. قولي. ايوه ماشي. ما تنسيش تطمنيني عليكي يا حياة اول باول، وانا هكلم ممدوح اخويا، ما تقلقيش. سلام يا حبيبتي، باي باي. كلمي الله. حلوه، ايه في ايه؟ وانت مال اهلك؟ اللي مالي؟ الله، احنا مش اصحاب ولا ايه؟
الحكايه؟ صحاب صحاب اماره ايه يا عره؟ اقول لك باماره الموبايل اللي معاك يا حبيبتي، باماره علب السجاير، ها باماره يا حبيبتي كل حاجه موجوده، والحشيش اللي بيوصلك لغايه الاوضه. عزت هقول تاني. عف يا عزت لحسن اقلب عليك. يعني مش هتقولي لي كنت بتكلمي مين يا حبيبتي؟ عزت تعزيز الرقم وإعادة الاتصال مرة أخرى. الدليل؟ من فضلك معايا رقم بس هو اتغير، ممكن تديني رقم جديد؟ إيه اللي بتقوله ده يا يحيى؟ يا ندى أدهم كبر وخلاص ما بقاش عيل صغير، وانت المفروض تحسسيه بالحاجات اللي هو مفتقدها. يعني انا ما فرق بينه وبين مريم وملك؟ بصراحه اه، وبتعامليه على طول بعصبيه. ابنك ده اهبل، وبصراحه انت ويوسف دلعتوه على الاخر وهتبوظوه. هتبوظوه ايه؟ ده هو اوريدي بايظ. الو الو الو، ما ترد يا حيوان. ما هي النمرة عندي. عارف يعني ايه النمرة عندي؟ يعني هجيب أم وهتتبهدل وتتمرمط. ما ترد يا حيوان والقرف. يعني هي دلوقتي حالتها مستقرة تماما؟ طبعا يا دكتور، ودلوقتي التقارير اللي عملوها الدكاترة هتوصل حالا. طب يا ريت بسرعه عشان عندنا شغل كتير في الوزاره. انت فين يا هشام؟ خير يا دكتوره. لو سمحت التقرير اللي عندك بتاع الدكتور سمير عبد الهادي انا عاوزاه. ليه؟ هات بس يا حبيبي. هو عندي في المكتب. طب يا ريت تجيبه وتجيب الريبورت بتاعك انت كمان معاك. مش هفهم ليه الاول. هاته بس بسرعه عشان اللجنه مستعجله. على فكره يا دكتور رأفة، الدكتور هشام أدري هو اللي بيعالج الحالة دي بقاله 3 سنين. أهلا وسهلا دكتور شريف. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. يلا يا دكتور، عاوزين نعمل شيك أوت للحالة دي ونبعت الملف للنيابة قبل ما أخوها يجي ويستلمها. أخوها؟ ميرسي. تحت أمرك. حب اتعاون معك بخصوص مصنع المربى تبع بابا. والله العظيم قلت كده، قلت دي بتشتغل في المربى. كلك ذوق. انا عرفت ان انتي عاوزه تصنعي برطمانات في مصنع ازاز عندي، فانا طالع شفتك قلت الديل ده لازم انا اللي اعمله لك وبنفسي. عن جد كلك ذوق. عن جد كتير حاجات كتير قوي. بس نحن حابين نعمل خط انتاج خاص فينا. نعمل. بس قبل ما نعمل الديل حابه اخد منك عرض اسعار. مش هنختلف. كيف يعني مش هنختلف؟ يعني مش هنختلف. دخيلك انتي ما بتعرفي قد ايه انا بموت في لبنان واهل لبنان وشوارع لبنان وحتت لبنان. شو؟ حتت لبنان. مستر يوسف، ما دام الناس وصلت. كارول، ارجوكي ما تستغربيش خالص من الحركه اللي انا عاملها دلوقتي. بالنسبة للأسعار يا مدام كارول، زي ما قلت لحضرتك لو خدتوا كميات كبيرة هيبقى أوفر بالنسبة لكم. تعالي يا ناس، وفي نفس الوقت هيبقى مجدي جدا الديل بالنسبة لنا. اتفضلي يا نوسة. فهماني؟ أكيد. يا ريت تعلي صوتك شوية عشان تسمع بس. مش ملاحظ كده إن المسافة بعيدة قوي ما بينكم ولا إيه يا جو؟ مدام إيناس حماد مراتي. تشرفنا. مدام كارول، مدام كارول والدها صاحب مصنع مربى. مربى؟ اه والله حاجه تضحك قوي. اوكي.
اوكي مستر يوسف، انا رح اعمل كونتراكت وببعت لك اياه على الميل. اكيد، وانا في انتظار. تشرفنا مدام كارل، اتفضلي حبيبي. اكيد هنتكلم علشان الكونتراكت. ها اكيد. والمربع خير يا انس؟ جاي ليه؟ شكلي جيت لك في وقت مش مناسب. ليه؟ لقيتيني من ايام على حجري وبحميها؟ تصدق دي اللحظه اللي دايما بتفوتني. وانا بحميها؟ لا يا حياتي، وانت بتنشفها. عيب يا انس، عيب. 100 مره قلت لك انت متجوزه راجل محترم. محترم جدا، انت هتقول لي؟ لا ده غصب عنك. لا بجد، جاي ليه؟ عايزه شيك ب 400,000. 400,000؟ بمناسبة ايه؟ انت ما تعرفش بمناسبة ايه؟ لا ما اعرفش. هو انت نشرتي في الجورنال؟ اصلي ما قريتش. نسيت انشر في الجورنال. انت مش عارف ان انا جبت مهندس عشان نتفق على تصميمات الفيلا وخلاص هيبتدي يشتغل من بكره ومحتاج دفعه تحت الحساب، مش قلت لك الكلام ده؟ طب مش عارف الاول انت متفقه معاه على ايه ولا انا كومبليزون؟ لا. متفق معاه على اربعه. اربعه ايه؟ اربعه جنيه. اربعه مليون طبعا يا جو، في ايه؟ اربعه مليون؟ ليه؟ هو هيهد الفيلا ويبنيها من جديد؟ ما انت لو شفت الديزاين والخامات اللي هيشتغل بيها كانت هتعجبك قوي. تعجبني. اسمه ايه الواد ده؟ مش فاكره. لا افتكري. اسمه طارق ايه؟ الوكيل. طارق الوكيل. الوكيل. طب سيبي لي نمر تليفونه علشان الواد ده شكله نصاب. نصاب ليه؟ مستكتر على فيلتنا 4 مليون؟ ما الفيلا اللي احنا قاعدين فيها متكلفة أكتر من 20 مليون. برضو هتسيبي نمرة التليفون؟ لا مش هسيب لك النمرة. بخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب، منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس؟ كل النهار يكتبوا آخر النهار مشطوب، واللي البشر بتحسبه تلاقيه مش محسوب. وبخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب، منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس؟ واللي النهار يكتبوا آخر النهار مشطوب، واللي البشر بتحسبه تلاقيه مش محسوب. واحنا زي الشمس، احنا زي الشمس، مسرنا للغروب، مسرنا Thank you.
من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس بالنفس ولا الناس واللي النهار يكتبه آخر النهار مشطوف واللي البشر تحسبه تلاقيه مش محسوب واحنا زي الشمس احنا زي الشمس مسرنا للغروب مسرنا للغروب.